في كذا بنت سألوني عن أمبولات MSM اللي أنا نزلتهم لكم، شلون طريقة استخدامهم، شنو يسوون، شنو الفرق بينهم. للأمانة أنا جربتهم اثنينهم، بس أنا اللي يرطب الأزرق استخدمته مرة واحدة، أما الثاني الجولد اللي يعطي نظارة استخدمته مرتين. هذاك استخدمته مرة في عيد الفطر ومرة في عيد الحجاج، لأنه يعطي نظارة إذا عندك مناسبة، عندك عرس، عندك حفلة، تستخدمينه قبل 14 days أو 15 days وتشوفين البشرة من أول أمبولة تستخدمينها تلاحظين الفرق، وفعلا شيء خيالي. أنا وايد حبيت خصوصا هاي الست، يعني تجي تحسين البشرة healthy، فيها نظارة مشدودة، وايد حلو. أما بالنسبة حق الثاني، حق اللي تحس بشرتها تعبانة، ما فيها رونق، تحتاج ترطيب قوي، تحتاج شيء يعطيها كذي، تحسين البشرة الصحية تحتاج ترطيب عدل، لأنه هو في كمية ماء ما تخيلونها، أصلاً اسمه أكوا، فيرطب عدل، يخلي البشرة تبين صحية ورطبة في نفس الوقت. فاثنينهم يفرقون عن بعض، لأن ذاك حق النظارة وهاي حق الترطيب العالي. فلا تسألوني زين أي واحد تنصحيني أخذه، أنتي شنو تبين؟ أنتي تبين نظارة ولا بشرتك تعبانة يبيلها ترطيب؟ عليك أنتي تختارين شنو اللي تبينه. بس صدق هالاثنين شيء مو طبيعي. الأشياء اللي أحبها دايم أحطهم في الثلاجة، البخاخات اللي تعطي كذا إحساس كذا فريش لما تبخيها على وجهك، بعد أي ماسك، بعد ما تسوي مثلاً ليزر في وجهك، بعد أي شيء تحسي كذا شوية بشرتك متهيجة، البخاخات هذه مو كلها طبعاً اللي فيها مواد طبيعية تهدي لك بشرتك، تسوي لك بالذات البنات اللي ما يشربوا موية، تعطيكم كذا ترطيب للبشرة، تصير البشرة رطبة أكثر. فالبنات اللي أبداً ما يشربوا موية ضروري طول ما انت داخل المطبخ رايحة جاية على التلاجة بخي من هذا في وجهك. هذا هو الكريم بنات من MSM، طبعاً نفس ما تشوفون في فيتامين إي، وهذا أهم شيء وأحلى شيء بالكريم. طبعاً بالنسبة لي أنا شيء وايد ضروري أن الكريمات اللي نستخدمهم يكون عندهم فيتامين إي. فغير كذي أتوقع أن في كولاجين بالكريم هذا، وعشان كذي يشد كل شيء لفوق. طبعاً تقدرون تستخدمون هالكريم مرة باليوم. رجعت وفر ماجيك فينيش من MSM، شوفوا قوامه من داخل. على فكرة في بنات للحين مو عارفين طريقة استخدامه. إذا تذكرون حتى بآخر سفرة كنت ماخذته، وايد استهلكت هذا الكريم. هو مو كريم أساسا، هو نفس البرايمر ينحط قبل الفاونديشن، بس يغنيكم على الفاونديشن. يعني ليش أخذته معي؟ الصراحة خلاني أستغني على الفاونديشن، توزعونه بس على أي مكان في بقع داكنة بالوي، يوحد لكم لون البشرة. وليش اسمه ماجيك؟ لأنه يناسب كل البشرات، يعني ما يفتح ولا يسمر، بس يوحد لكم لون البشرة، يخلي لون البشرة واحد. اهلا اهلا بنات، قبل تنامي لا تنسين تمسحين الميك اب وتغسلين وجهك عدل، واذا عندك هالامبولات تستخدميهم، او اذا عندك هالكريم الليل حطيه، واذا ما عندك لا هذا ولا هذا استخدمي كريم ليل حق وجهك انه يريحه ويرطبه عدل، لانه وقت الليل هو الوقت الوحيد اللي البشرة ترتاح فيها وتجدد خلايا وكل شيء. تخيلي طول اليوم الوجه عادي، بس وقت الليل اللي هو الوجه اللي يرتاح فيه، ما تشوفين دائما تحت عيونك اسود او فيك ارق، يقولش عدلي نومتك، لان اذا عدلتي نومتك ووجهك وايد يتغير. يعني الحين تقريبا صار لي نقول شهر معدل نومتي قاعدة نام بالكثير 11، أقوم 6:30-7 بالكثير، أنا قاعدة حتى من غير ألارم من غير شيء أنا قاعدة بروحي، وايد أحس نفسيتي مرتاحة، بشرتي متغيرة. يعني قبل فترة، قبل أسبوعين تقريبا أو أسبوعين شيء، ما أدري شنو استخدمت، فما أدري شنو بالضبط، يعني يا مستخدمة فونديشن جديد يا شيء جديد ما أذكر شنو بالضبط، ووجهي حاسس يعني على الخد اليمين طلعت لي حبتين وعلى اليسار حبة، فما لعبت فيهم ولا شيء، قعدت خليتهم بروحهم لين يروحون. بس والله بنات والله انا مصوره بوجهي قبل، والحين بعد ما اخلص الكورس، الحين الكورس باقي وحده
وانا قاعدة احط هذا اقعد شوي لين ينشف بعدين احط الكريم الثاني. راح اوريكم وايد تغير معي وايد وايد وايد. احس شي صاير حلو ناعم وقاعد يصير لون واضح، حتى اثار الحبوب اللي طلعوا لي قاعد يروحون. يعني تخيلوا ما عندك اثار حبوب ويش راح يصير نار، تخيلوا. فيعني انا الحين عندي هذا اثار وقاعد يروح، يعني وايد يعني مرتاحه 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 جد. يعني هذا اذا خلص اوكي راح اوقفه تقريبا شهر، وبعدين شهر الثاني راح ارد استخدمه. هذا مستحيل اوقفه. ينترس اسئله، تدرون كم مسج لحين ما فتحته؟ فوق 400، كلها اسئله عن تكلمت عن هذا، شنو المرطب، شنو الماسك، شنو المنظف، شنو التونيك. راح اتكلم عن كل واحد الحين. الله يعافيكم. كابتشرب طريقة استخدامه وايد سهلة. تاخذين حوالي ملعقة صغيرة من هذا، يعني صج طباخة، ملعقة صغيرة من هذا المنظف تحطينه على كل وجهك مع منطقة العين، بعدين بالقطنة تمسحين تشيلين كل الكريم وبقايا المكياج، بعدها عاد تستخدمين الفوم اللي بقولكم عنه. استخدامه مثل اي جل تستخدمينه حق وجهك، تستخدمينه صبح وليل، تحطين شوية منه على وجهك المبلل، تسوين مساج بسيط، بعدها تغسلين بالماء الفاتر، مو الحار مو الدافي، الفاتر. هذا التونيك ما راح اكتب عنه، راح اتكلم عنه لانه احلى تونيك استخدمته في حياتي. شفت لما تحطين على قطنة وتمسحين في وجهك يطلع بقايا المكياج اللي انت مش شايفتها واللي ما نظفها الجيل كلينين ولا الملك. شفت لما تلبسين ملفع وترجعين من الدوام تلقين ركبتك شوي متغير لونها؟ حطي شوية من التونيك على قطنة ومسحي، راح تشوفين كل شيء في ركبتك بهالقطنة. ينظف الوجه عدل 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 حتى المسام. من مكونات عشبة الجينسنج اللي تحافظ على الشباب الدائم للبشرة. أنا وايد أنصح فيه، ما بأكتب عنه، أبيكم تأخذون وتجربون الشعور اللي أنا أحسه لما أنظف في وجهي، يصير وجهي يلق وناعم ونظيف عدل عدل حتى المسام. من مكونات عشبة الجينسنج اللي تحافظ على الشباب الدائم للبشرة. أنا وايد أنصح فيه، ما بأكتب عنه، أبيكم تأخذون وتجربون الشعور اللي أنا أحسه لما أنظف في وجهي، يصير وجهي يلق وناعم ونظيف. توني مسوية جلسة الفورتي، يعني عيادة القرشوب، والجلسة هذه تخلي بشرتي تتكشر لمدة 3-4 أيام. على الله وعلى كريم أمأسام فيتامين دي المرطب، ترطيبه وايد حلو ما يضر البشرة. أنصحكم فيه حق اللي بشرته جافة، أو حق اللي ما تشرب ماي هم تستخدمه، يعطي طراوة للبشرة. السيرم هذا ما تكلمت عنه إلا لما جربته، وايد حلو تحطينه بعد ما تستخدمين التونيك، تنظفين بشرتك عدل، تمسحين فيه مسحات بسيطة حق الرقبة والوي، تحطين بعدين كريم الليل والرقبة، تحطين كريم الرقبة. بصراحة السيرم هذا بطل، أنصحكم تستخدمونه. أنا أفضل تحطين الماسك قبل لا تنامين، قبل ما أنام أحط الماسك، ربع ساعة أغسل وجهي بالماء، بعدين أبتدي أحط السيرم وأحط كريم الليل. الماسك ليش أحب بالليل؟ أحب أن البشرة تستفيد من الكريمات وانتي نايمة، فلما تقومين الصبح تلقين وجهك رطب وندي من هذا الماسك. هذا الماسك وايد حلو تستخدمينه أنت وبناتك وأمك وأختك وكل البنات اللي في البيت، لأنه يناسب كل الأعمار. صورت لكم أمس بنات المجموعة مالت أم أسام. طبعا أول ما نزلت المجموعة عندي بالبوتيك وريتكم شلون تستخدمونهم، كل ما تخلص أرد أطلب منها لأن it's my favorite skin routine، وايد أحبه. يعني دائما أحب الأشياء اللي تكون ست متكامل، فهذا الحلو فيه إن السايز ماله عجيب، حتى حق السفر تقدرون تأخذونه معاكم. يعني 4 products مع بعض، الغسول، وعندكم الكريم. الكريم الحلو فيه إنه it's 24 hour effect، يعني 24 ساعة الإفكت ما لا يضل. أنا أحب أحطه بالليل يضل معاي ليل يوم اللي وراء، والحلو فيه إنه يسوي مثل طبقة، تحسون طبقة ترطيب عجيبة. وفي ماسك وفي التونيك. طبعا الغسول أحب أستخدمه عقب ما أشيل الميكب، هو يفضل هذول تستخدمونهم مرتين
بيوم، أنا مرة واحدة أسوي يعني my night ritual، وفي شغلات أخليها in the morning، والماسك طبعا أستخدمها مرة بالأسبوع بس. والماجيك فينش مع الأم عسام، يعني أتوقع الحين الكل يعرف شنو استخداماته، بس برد أشرح على السريع. الحلو فيها تقدرون تستخدمونها حق look اللي يعني ما تبون تحطون ميك اب ثقيل، او اذا بعد تبي تحطون ميك اب تستخدمونه كبرايمر حق الفاونديشن حق الكونسيلر. الحلو فيه انه هو درجه واحده يغطي لكم الهالات السوداء التصبغات اللي بالوي، بس انا ما احب استخدمه بروحه. ليش؟ لانه حق البشرات اللي يكونون تان اول شويه غامجين يعطي ريفلكشن رمادي، فاحب استخدمه ساعات قبل الكونسيلر قبل الفاونديشن، وايد حلو يوحد اللون مال البشره. It's one of the best sellers. هذا رد موجود بالبوتيك. طبعا بودرة أوبال معروفة البنانة، أحلى بودرة حق الإنارة تحت العين، تثبيت الكنسيلر، يعني كل ما تخلصهم بعد هذه أرد أطلبها، موجودين الحين بالبوتيك. اليوم أنا حابة أني أحكي لكم عن مجموعة إم أسام، سمع أخبار حلوة فخليني أقول لكم كمان أشياء حلوة، اللي هي عبارة عن نقام كاملة بتحتوي على كريم منظف للبشرة بيرطب البشرة في نفس الوقت. أنا كمان استعملته من أسبوع وملاحظ أنه البشرة بتتغير معه، بتحس أنه يعني في إفكت كتير كتير حلو. الكريم الثاني اللي هو عبارة عن مرطب بيحتوي على فيتامين إي، واللي عجبني فيه أنه بالنسبة للوجه بتحس كأنه بشرتك مشدودة، ولما بتحط ميك اب او اي شيء بتحس انه الميك اب ما بيبين، بتبين انه بشره صحيه، بشرتك بتتنفس. ممكن اشرح لك اياه، المهم انتم جربوا واكتبوا لي وانا حقول لكم انه نفس الشيء اذا نفس الشعور. ثالث شيء، ثالث سحر والاهم ممكن ان نقول انه للبنات اللي بيعانوا، مش بس البنات، الكل اللي بيعاني من الارهاق او هاله سوداء تحت العين، هذا الشيء يعني شيء مثل السحر. هيك نقطة هنا ونقطة هنا بعدين وهيك على الخفيف مساج منها بتدلعي نفسك. على فكرة أقل شيء لازم تستعملي لمدة أسبوعين لحتى تلمسي الفرق وتشوفي النتيجة. الشيء يعني أصلاً بتحسي كأنه مية بتصير تحت العين، انه بيبطل فيه جفاف.